قسم ميكانيكا بس. طب بس مش مصعب ميكانيكا اتبسط قوي الحمد لله والله. طب في صعب ميكانيكا كتير. انا شرفت ان انا اكون عضو من اعضاء استدامه وطن يعني للمبادره. وطبعا عندما يلتحم العلم مع الثقافه مع الهندسه كل ده بيتجمع شيء كويس وافضل. فطبعا انا يعني من محض خبرتي في الحياه والشغل انا شايف ان التصميم المستدام ده من اهم الاشياء اللي بتخدم طبيعه استدامه الوطن. ان انا اختياري للموقع والبناء بتاعي ده شيء بيبقى مهم. التصميم بتاعي يبقى مناسب للمناخ والبيئه المحيطه لي، وتطبيق المفاهيم في البناء الاخضر حوالين المباني والكلام ده كله. فبرضه كان الدكتوره لما اتكلمت في نقطه اعاده تدوير واستخدام مواد البناء دي، ده شيء مهم جدا. لان طبعا لما من محض شغلنا بيبقى في اماكن بيبقى التصميم فيها خطا، فطبعا بيحصل هدم واعاده تشكيل تاني للمبنى من جوه، ده كله بيأثر وبيطلع نفايات ويطلع كل ده بيأثر على المنطوق العام. فطبعا هي التصميم المستدام ده اهم شيء مع اداره زي ما الباشمهندس برضه قال المواد الخام في التشطيبات دي عامل مهم جدا جدا، هيفيد كتقليل التكييفات والانبعاث الحراري بتاعها، ده طبعا هيفرق معانا جدا جدا. فده المختصر في جزء المقاولات يعني. شكرا. بتعمل مركز بخصوص الصحراء، مفيش حد عايز يقول اي حاجه، كلهم اساتذه دكاتره يعني. اتفضل. الجمعيه البيئيه او الجمعيه البيئيه اسمها الجمعيه اللبنيه وهي متخصصه في البيئه اصلا. مساء الخير عليكم جميعا، سعيده جدا في وجودي معاكم قيمه وقامه. أنا اسمي نهلة عزت، أمين صندوق جمعية اليابانية لتنمية البيئة في حلوان. إحنا قمنا بمبادرات مع الدكتورة رشا ومبادرات مع وزارة التضامن وجامعة عين شمس، كنا عاملين برضه كبيئة. إحنا بنطالب إن إحنا نعمل لينك مع حضراتكم ونوعي الشباب زي ما الدكتور قال، ونعمل قيادات ثانيه اولى وثانيه وثالثه، عشان احنا الاساس، احنا خلاص عايزين الشباب الحاجه اللي احنا متعلمينها، انا راجل بالبلدي، الحاجه اللي احنا متعلمينها نتهمهم زي تبرير المخالفات، زي الزراعه في الاسطح والبلكونات، زي ان انا مثلا اجيب، معلش انا اسفه في الكلمه، قرص زي دوت لو مهلك ممكن اعيد تدويره بالاعمال اليدويه اللي اندثرت اللي اختفت تماما، ويعني نطلع الحاجات اللي هي استعراض الهندسه المعماريه، ممكن اجيب منها حاجات واعيد تدويرها من تاني ويبقى الشباب معايا. فاحنا بنطالب مع الدكتور ان احنا نكون يد واحده. كلنا علينا عيال واحدة يعني. شكرا لحضرتك، شكرا لوجودكم معانا. هل في حد تاني عنده أي مداخلة؟ حضرتك اتفضلي. يعني أنا سعيدة بمداخلة السيدات الصراحة ومتحيزة يعني. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضراتكم الدكتورة إلهام أحمد حسين. شايفة النهاردة معلش الدكتورة إلهام، هقعد حضرتك دقيقة واحدة بس. معلش انا قريب المايك بس. شغال ايه؟ شغال ايه؟ بينور احمد. انا دوست هو منور. حضرتك قربي بقى. كده خليك تمام. مع حضراتكم دكتور الهام ابو يزيد، مهندس قسم اقتصاد الشعب الاقتصادي والاجتماعي مركز بخصوص الصحه. اقتصاد. طب كويس الحمد لله، احنا اقتصاديين اهو خلاص. تمام. انا خريجه عين شمس، وده شرف ليا طبعا. انا خريجه الكليه زراعه عين شمس، مع دكاتره هناك اتعلمت منهم كتير،
بالنسبه لموضوع التنميه المستدامه وعلاقتنا كمركز بحوث الصحراء فيه، احنا دورنا استكشاف الموارد الطبيعيه اللي موجوده في الصحراء، ازاي نقدر ان احنا نحافظ عليها علشان نحقق التنميه المستدامه ديت للاجيال القادمه. هو ده هدف التنميه المستدامه، ان انا ما نقضش على الحاجه واصلا زيتها ما خليش حاجه للاجيال اللي جايه. فده دورنا ان احنا نعمل خطط استثماريه ازاي نقدر نستفيد من الموارد الطبيعيه اللي احنا استكشفناها في الصحراء من خلال بعض الامور. اهم الامور ديت التحديات اللي بتقابلنا هناك في المحافظات الصحراويه. احنا كمركز بحوث الصحراء منوطين بالخمس محافظات الصحراويه والظهير الصحراوي. فبالنسبه لنا كانت التحديات ان احنا مثلا موضوع التصحر، موضوع الكثبان الرمليه اهم موضوع احنا بنحب نتكلم فيه دايما على مستوى المحافل والمؤتمرات، هو موضوع الميه. كمركز بحوث الصحراء مشكلتنا في الميه، احنا بنزرع هنحط الميه مفيش حاجه تستجيب، طب انا ازاي اتصرف في حاجه زي كده؟ ببدا افكر بحاجتين. اول حاجه ان انا لو انا هحفر بير او هصمم بير وهستفيد منه ما استنزفش ميته كلها وازرع زي ما انا عايزه واخلصها باي شكل تاني غير نقول مثلا غير تكنولوجي، غير يعني التكنولوجيا الحديثه اللي هي بتاعت التنقيط بالميه والكلام ده كله، لا مش انا مش هرميها، مش هتعامل معاها بانها اراضي دلتا. اراضي الدلتا حاجه واحنا هنا في الصحراء حاجه تانية، فانا بتعامل مع قطره ميه بزرع بيها. طيب اوكي انا اتعاملت مع الميه خدت جزء منها سبت جزء تاني للاجيال القادمه عشان ما احفرش كل الابيار اللي هناك او استفيد مثلا بالامطار اللي احنا بنعملها حصاد دي اخدها برده كلها وتخلص، لا انا لازم اخد جزء منها واسيب جزء منها. طيب لو انا حليت مشكله الميه، مشكله ان انا دلوقتي دي رمبه شربت الميه، يبقى انا لازم ابدا اشوف حاجات تانيه اتعامل فيها مع الرمل دي عن طريق مثلا في ناس زملاء عندنا عن طريق الابحاث والدراسات مثلا بيعملوا حاجات كده زي بالمعاملات انها مثلا تحط زي حاجات طينيه كانها الاراضي بتاعت الدلتا، يعني دي بتتحط زي طبقات تحت الرمل بحيث ان انت لما تحط الرمل مش هتشرب الميه كلها وتقدر تستفيد وتخرجها في الفرع بتاعك. دي نقطه. النقطه الثانيه برضو احنا في مركز في الصحراء بنتعامل على وحده اسمها وحده الاستشعار عن بعد، فبنتعامل مع الخرائط اللي هي عن طريق منصات زي منصه مسبار، منصه ويسلاند، المنصات دي خاصه بمشاريع عندنا. المشاريع اللي انا عضو فيها اللي هو مشروع جيمس اند افريكا ايجيبت بيتعامل مع موضوع الساحل والصحراء، ازاي احنا نستخدم الخرائط ديت ان احنا نستكشف ملوحه التربه، درجه الحموضه بتاعت التربه، انا اقدر اتعامل هنا ازرع ايه وما ازرعش ايه، ومش كل حاجه هتمشي في اي حته. دي نقطه. النقطه الثانيه برضو حته التقليدي وغير التقليدي. احنا عندنا محاصيلنا التقليديه كلنا بنعرفها بنزرعها بناكل منها سواء رز او دقيق او الكلام ده كله، لا انا عندي حاجات غير تقليديه ممكن ازرعها تتحمل الملوحه في التربه الرمليه في الصحراء عندي ما تكلفنيش كتير، بقدر اتعامل فيها عن طريق التغيرات المناخيه انها متحمله درجه الحراره العاليه هناك في الصحراء ديت وتبقى بديل جيد عندي. زي محصول مثلا انا شغال عليك على محصول في بحث من الابحاث زي الكثافه، ناس كتير جدا مش ملمه ولا تعرف عن محاصيل كتير، محاصيل ده بديل لقمح، انا دلوقتي بستورد قمح بزرع. لو انا زرعت السنه دي مثلا اخدت 8.5 مليون طن طلعوني من الارض بتاعتي هنا انا بستورد قدهم، فده كده طبعا تكلفه عاليه. احنا كاقتصاد بنتعامل على حته التكلفه دي اهم حاجه عندنا. طب انا لو خدت نسب احلال جزئي واحلال كلي بالنسبه للقمح دوت مثلا، هقدر ان انا اعمل العيش مثلا بستفيد منه بدل ما هيبقى كل تركيز على ان انا اعمله قمح بس، لا نسبه وتناسب هنعملها برضو بالتجارب عن طريق البرامج الاحصائيه، النسبه المناسبه قد ايه؟ 25% 30% ايا كانت النسبه اللي هوفرها باستخدام للقمح دوت هتساعدني بعد كده ان انا اقلل استيرادي منه، ما دي فاتوره استيراد عليا انا بتعامل فيها بالدولار، انا هنا محتاجه كل دولار. فدي يعني بعض المواضيع عشان برضه ما اطولش على حضراتكم اللي احنا ممكن نستفيد بيها ونتكلم فيها. طب لو احنا بعدنا عن الجزء الزراعي يا دكتور واتكلمنا عن المشروعات والاقتصاد، المشروعات بشكل عام. في جزء المشروعات الزراعيه في الالات والادوات الزراعيه اللي هي خاصه بالهندسه. تمام؟ ازاي الادوات دي تكون بتوفر كذا، شغاله بالطاقه الشمسيه، في بعض الحاجات اللي هي بتراعي فيها سبل الاستدامه، ولا انا غلطانه؟ اللي هي الادوات نفسها، الادوات الزراعيه. تمام.
او الالات الزراعيه. تمام. احنا شغلنا اكتر بيركز يعني كاقسامنا هنا في مركز بحوث الصحراء على الارض، ازاي ان انا اقدر اتعامل مع الارض ازاي اقدر اتعامل مع الارض ديت ان انا اخليها اكتف بالنسبه لي ازرع فيها حاجات ما ينفعش ازرعها في الدلتا، فده بيبقى الشيء المهم عندنا. تمام.